إذاعة شباب من تونس. عسلامة، مرحبا بكم طول الموعد على موجة إذاعة شباب. كالعادة ميوزيك بوكس تستدعى لي دي جي باش يجيو بحدنا لإذاعة شباب. ما تنساوش باش تتفرجوا في اليوتيوب شان متاعنا راديو جون تونيزي، تتفرجوا فيهم لايف. معنا دي جي بون، هذه اخر ايميسيون قبل رمضان، ان شاء الله بعد رمضان نرجعكم بحاجات جديده، وان شاء الله رمضانكم مبروك. هلو معنا دي جي ينجم هو يعرف بروحه ديريكت. هلو تفضل. عسلامة الناس كل وجميع المستمعين، انا فرحان برشا اليوم في الاذاعه وراديو جون مع اخويا معز. بالحق كي نقول فرحان خاطر لذيه لفته كبيره برشا للشباب معناها، والناس المنسيه معناها اللي معناها ماهيش قاعده تظهر للعلن. مرحبا بكم الناس الكل. انا اسمي بنجاد بون، نجم نقول من معناها من اسمك بنجاد هو مشتق من اللقب بتاعي. اللقب بتاعك فوالا. بالنسبه لي انا كما قلت لكم بنجاد، معناها نخدم ديب هاوس ميوزيك الكترونيك، معناها ميلونجي. بون حكينا شويه على الديبيو بتاعك، كيفاش بديت اولا؟ معناتها الديبيو معناتها كيفاش بديت الموسيقى، كيفاش جاتك باش تولي دي جي؟ تي معناتها ربما باش نحكي حاجه غريبه شويه لبرشا ناس، خاطر الديبيو نتاعي انا كنت مخطط اني باش نعملها فيلم. كيفاه الحكايه؟ مش مانيش نحكي على الخدمه اللي كنت نخدم فيها قبل في الكلوب نايت وحاجات معناها في الكلوب دومي بصفه عامه، مش نحكي على اني جاتني فرصه، اتيحت لي الفرصه اون 2005 اني نخدم مع بلتي، نكون الدي جي نتاع بلتي، نخدم معاه اون اكسترن مش في وسط استوديو. معناها انا نخدم وراه، هو يغني وانا نخدم وراه، معناها نحط بلاي باك. خدمت معاه 5 مهرجانات، في مهرجان قفصه اون 2005 قفصاوي، كمل المهرجان وبعد رجعت لتونس، تشديت طرف الميليتير وصارت لي مشكله، الشيء اللي خلاني نبعد على الدومين بحكم الظروف اللي صارت لي بعد ما خرجت من الميليتير. نلقى روحي معناها هو مشى في ثنيه اخرى وانا معناها بعدت كومبليتمون. لكن كي رجعت بشويه ذكرت انه في قفصه، ثم قفصه بالاس كان يسمع فيا غادي الماتر دوتيل، ليلتها خدمت انا واحد وحده، وقال لي بتخدم انت في الكلوب نايت غادي. بعد ما كملت الخدمه قال لي اقعد اخدم معايا. انا ما بعتش بالتي وما بعتش الناس اللي معايا، قلت له ليه؟ راني انجاجي مع الناس وراني عندي تورني كامل بكامل تورا بالجمهوريه، لازمني نكمل معاه. قال لي به. بعد ما خرجت انا من الميتار طلبته، قال لي اجاني ديريكت القفصه، وبديت نخدم على روحي في الجنوب التونسي. لكن كي رجعت ميوزيك الكترونيك اللي هي ديب هاوس فوالا. بالنسبه للديب هاوس الميوزيكا ذي معناها المنبع نتاعها هي شيكاغو امريكا اون 1980، كانت اسمها شيكاغو هاوس، والا اسمها جاز فانكي. فوالا جاز فانكي، قاعد نستحضر خالص. من بعد بدلت اون 1990 بدت ولت ديب هاوس كيف في امريكا. فقط معناها هذوما تواريخ صافي دو بيان، معناتها تذكرهم بيان سور. كيما خويا معز، كيما برشا دي جيات تنسيت. انا كان في الوقت هذاك في التسعينات، معناها نتذكر برشا دي جيات التسعينات وقتها تنبك الخدمه تري بيان. صحيت تنبك الخدمه تري بيان سي معز. كانت برشا دي جيات ما تخيلش انها تغيب على الساحه بالفاسون هذه. نستخدم بالفينيل ونستخدم بالكاساتات ونستخدم بالسيديات، معناها الفيلينغ تاع الموسيقى اقوى. توا نحكيو على توا، خاطر فما شونجمون كومبلي معناتها تاع الموسيقى. فهمت؟ مع كامل الاحترام للجيل الجديد وبرافو يواصلوا، لكن الناس القديمه معناها نذكرهم بالرسمي ومنيتي نعرف وين. فما ناس معناها بروفيسيونيل وين مشيت الناس هذيا؟ علاش ما تظهرش؟ ان شاء الله اخويا معز يعاود يسترجع الذاكره هذيا. والله بليبار دي تون معناتها فما دي جي بون اللي نعرفهم انا، فهمت؟ اللي نعرفهم شيء يسافر لبرا
شيء ما عادش يلعب، لان الحكم اللي كان، الموسيقى اللي كان يلعب فيها ما عادش تمشي تو، فهمت؟ ولا بليبار دي تو كبروا برشا برشا برشا. انا جو كوني بوكو دو دي جي، معناتها كنت الحمامات، كنت نخدم في الحمامات. باش نقول لك معناتها دي جيات اغوغو، لكن كل احترام معناتها الناس كل تحترم بعضها، الناس كل تعاون بعضها، فهمت؟ هذا اللي مش موجود تو، الناس كل تعاون بعضها. سيرتو معناتها لي دي جي معناتها كانوا معناتها عندك موسيقى جديده تعطيها للناس الكل، توا ما يعطيك موسيقى ولا ما يشيح لك ريقك، فهمت؟ ولا تلقاها يخباها هو عنده، هو معناتها باش يلعبها هو، تو تونديسك قبل ولا كنا الناس الكل موسيقى جديده، الناس الكل تلعبها وشيخة تخرج من القلب للقلب، والله فهمت. على غالب لو موند شانجي، برشا حاجات تبدلت، سورتو معناتها سورتو الدومين كله تفسد كومبليتمون، بدل كومبليتمون، فهمت؟ انا كي رجعت صدمت. سامحني يا سي خويا معز، قبل انا نتفكر من الناس معناتها الحاجه هذه ربما مش تصدم برشا ناس، انه باش نعمل بلاي ليست رجعت من قفصة لتونس باش نجرافي كيلكو سي دي من المنار، واضح؟ يعني شوفوا الصعوبة اللي كنا عايشين فيها في الوقت هذاك. بون ما مش نكذب عليكم، مانيش باش نجرافي باش نشري، خاطر ما ثماش جرافيور في الوقت هذاك. معناها كانت كما توا معناها بابليكاسيون تشازامي موزيكا وتيليشارجيها اسهل، ما تحسهاش الموزيكا كي تعبطها، معناها ما تحسهاش، مش كيما انسان يتعب عليها باش يجيبها. فهمتني؟ يتعب عليها بالرسمي، نحكي لكم معناها انا وصلت معناها القوره كي خلتهم باش يجيبوا لي موزيكا من برا، مش باش ناخوها نخرج معاها ولا باش، فهمتني؟ كي تجيب لي سي دي نطير في مخي انا، معدي سيزون طياره على الاخر، فهمتني؟ معناها الحاجه هذه وسورتو الموسيقى. بون توا ولات برسك الناس الكل توا في تونس، وكجات كيما كجينا في فرنسا ولا في المانيا ولا في امريكا، صدقني حتى واحد ما يلعب. والله بالرسمي، والله برافو، والله حتى واحد من اللي دي جي يلعب، خاطر احنا في تونس هنا تيليشارجمون ليبر، ما فماش كوبي رايت فماش كوبي رايت. اولا ساعة ما فماش اي موسيقى تحب تلعبها نورمال عادي، فهمت؟ وتو تمشي لفرنسا تلعب اي موسيقى صدقني تتخطى بالفلوس، معناتها تتكاس، فهمت؟ صحيح معزه، ما تنساش اللي راهو زاد الصالير غادي اقوى يا خويا، خدمة أقوى وواحد كل شيء يا خويا، دونر غادي والعالم غادي، كل شيء العالم كله غادي. أكيد أكيد أكيد، لكن هنا الكوه واسمعني، يا الكوه كان ولادها، صحيح برافو، في يا الكوه كان ولادها صدقني، باش تمشي تخدم يكسروك من كل شير، فهمت؟ انا بالنسبه لي انا معناها حاجه اسمها محلات حرمت عليها في كامل تراب الجمهوريه وسليم عليها، علاش؟ مش خاطرني باش نتعزز والا كذا، لا بالعكس، خاطر في وقت باش يخدم عليها في اللفان، ما باش ياخذ فلوس، لكن لقيت تصدمت من الناس اللي مالي المحل، هم اللي دمروا كل شيء. وي فهمتني؟ تحكم لك في البلاي ليست نتاعك، ما تحطليش هذه وحط لي هذه، معناها ولا هو دي جي صحيح يلعب ميوزيك مثلا، حط لي ليبي، حط لي يا خويا انا نلعب ميوزيك الكترونيك، صحيح نلعب ميوزيك، راهو البافل هذاك والالكتور هذيك كي خدمت وجربوها معناها في الدار نتاعها، جربت على ميوزيك الكترونيك، ما جربتش على مشك صحيت ولا كذا، كل حاجه عندها صحيح طريقها وعندها، صحيح فهمتني؟ ميوزيك الكترونيك على فكره ديب هاوس، راهو فيه بارتي اكوستيك كبيره برشا، بيركسيون وبيركسيون على الاخر، وتو خارج الفروت
خارج لافرو احترام لافرو الناس اللي تخدم زيادة طيارة 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 على الاخر فيه ساكسفون فيه براس فيه خدمة معناها فيه عود رو ما تحكمش معناها لكسك في دربوكة تمتام كل كل فيها كرياتيفيتي قوية على الاخر عندك ما تسمع تسرح معاها تشجعك على الخدمة تشجعك على السياقة تشجعك على فهمتني ذاك هو ديب هاوس انا لهنا معناها جيت نحكي على الديب هاوس وثم ناس تحكي على فرو اللي هو زاد وحشي على الاخر الفرو الرسمي وعندك ما تسمع وعندك بالحق والله اثنين ولا ولا يقعد ديما تو باغ اكزومبل نعمل دي سيت هكا ساعة ساعة روترو روترو زادا عنده قيمة زادا خاطر الناس ناس قبل اللي خدموا روترو تعبوا عليه خاطر خاطر باش تهبط تراك يحب لك اجرة باش تهبط تراك مش في دقيقة يهبط لك تراك في نص ساعة يهبط لك تراك فهمت توا اللي يخدموا فيهم توا كلهم بالموسيقى الالكترونيك كلها تتخسر سامبلينك سامبلينك فهمت مع اللوجيسيال في حد ذاته تلقى فيه دي سامبل فهمتني معناها تلقى فيه سامبل هذوكم يحاول هو كيفاش يركب عليهم بينما العكس قبل كانت تخدم شيء لايف دخلوا الاستوديو جيب البركيشنست وحده جيب الجيتاريست وحده بعد يركب اصلا انت اصلا عطنا ديك حاجه باش تعرف قيمة الاغنيه وقت تسمع تسمعها في سي دي وتحط اغنيه من التقديمه تاع لي زاني 90 ولي زاني 80 من 80 حتى ال 90 حتى ال 95 تسمع الموسيقى مش كيما الموسيقى الجديده علاش تسمع ساسيا تسمع حاجات في الاغنيه تسمع فنانات دي بيركسيون مرة تسمعها في البافل هذي مرة تسمعها في البافل استريو صحيح تلعب 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 بورتو ما تمشيش ما تحس فما 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 شانجمون ما حاجه كبيره ياسر فهمت بورتو تو الاغاني جدد ما تسمعهاش هذي انا اخويا معز نحس قبل اقوى قبل اقوى في البافل اي انا تو انا خدمت انا تو ديجا انا عندي 25 سنه معناتها دي جي فهمت مازلت ندسكر معناتها التو غرام في القلب فهمت ما نجمش نبطل فهمت فيريوس اي بو خارج توا الديسكو العربي والف ليله وليله وراس لي هو مساش نعلق على الموضوع مسالش انا توا انا صداك عايشك احنا لهنا باش 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 نحلوا المتخبي ونحاولوا نكشفوا نحن شنو هي المشاكل اللي يتعرض لها دي جي وغير دي جي بالنسبه مولا المحل طاح في مشكله انه لازم ينتج الفلوس باش يخلص الناس وكريات اي اكيد اكيد نعذروه نحن خاطر هو خبزيست اي ولا لكن انا ما نعذرش الدي جي اللي يبدل الفيستا فهمت باش كيكه كلهم بدلوا الفيستا كلهم بدلوا الفيستا فهمت باللي بدل الفيستا وانا نعرف منهم ناس يسمعوا فيا توا ونقول لهم ربي يهديكم خاطر بالرسمي مرة هذه بدلت الفيستا مرة جاي شنو باش تبدل فيق على روحك راو الديسكو العربي اللي تخدم فيه ازاي مش يمشي على روحه مش يقعد كانس معناتها الديسكو وتفهمش نقص الديسكو الحاجة اللي تشطح العباد وتوصل بالرسمي الشيخة للعباد لكن فما ناس عنا ناس تيرتيران في تونس اكيد 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 فما برشا برشا جو كوني با مال دي جي انا جبت برشا دي جيات انا ما شاء الله عليهم بالحق اكتشفت ناس بالرسمي ناس تخدم في الموسيقى الالكترونيك من اجل الموسيقى فما انا جو كوني با مال فما حتى دي بروديكتور معناتها كيما نقولوا ادواس هذا اسمه عبد الله البلتي البلتي يعمل موسيقى حلوه برشا نعرف دي بروديكتور جاوني الجمعة اللي فاتت دي بروديكتور معناتها دو ميوزيك فهمت يعملوا برشا جونغ دو ميوزيك معناتها فهمت لكن بون راك تعرف الموسيقى هذه ما تنجمش تحكم فيها في تونس تنجمش تعرفها باهية خايبة إلا تطلع بها لبرا فهمت خاطر علاش هنا تونس ذوق ما عادش فما ذوق
معناتها ما فماش دون لوطون وقت اللي كنت نخدم عام 99 و95 البوطة نحل 9 تاع الليل نسكر 6 تاع الصباح 9 سوايع والعباد تشتح وانت ما تتعبش خاطرك شيخ فهمت شفت. اي مالوغوزمون ما تذوك مع شيرجو هو ذاك الدي جي الباهي معناها تعدي معاه 6 سوايع كاين 6 دقائق ما تحسش بك بالزمن تاع الوقفه والشيخه والجو اي واللعب اي مره يطلع لك بتراك من بلاصه يطيرك ابني ميوزيك عالم اخر وقد ما تقول اني سيء شديد الميوزيك لا 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 ما شديد حتى شيء انت مازال شيء اثني مش مربوطه بعمر الا كذا لا 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 العمر العمر انا عندي انا ثانوي اي صح ثانوي مجرد رقم فوالا اثني اوكي الوغ مرحبا بك كونكور فوا في ذات شباب تشرفت بك برشا الوغ اش تقول للمستمعين نتاعك؟ بالنسبه للمستمعين نقول لهم حاول توسع بالك معايا وتسمع الموسيقى الاخر مش تعيش فيلم اي اكيد ديب هاوس مرحبا بكم الناس الكل ومرحبا بخويا معز في اذاعه الشباب يعطيكم الصحه نقعدوا مع السيت نتاع دي جي بن جاد وفما سيربريز بعد شويه باش يجيكم دي جي ام سي باز في السيت نتاعو بعد في الاخر بكل هاي باي باي تشاو تشاو اي بون نوي تو الموند اذاعه شباب من تونس
Thank you.
the sunlight hits me way too hard, heading underground.
insistas en el pasado. No sueñes con el futuro. No insistas en el pasado. Centro tu mente.
إذاعة شباب من تونس.